السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة الرافدين في تغطية مباشرة لآخر الأحداث التي تجري الآن في العراق من اقتحام أنصار تيار الصدري لمبنى البرلمان العراقي مجددا ودخولهم المنطقة الخضراء. وللحديث عن آخر هذه التطورات سيكون ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ الباحث والصحفي السياسي العراقي نوري حمدان، كما سينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أهلا بكما ضيفي الكريمين، أهلا بك معنا أستاذ نوري. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا، حياكم الله أستاذ نوري. يعني في تطور سريع ولافت حقيقة، مرة أخرى أنصار التيار الصدري يصلون إلى داخل المنطقة الخضراء، وخاصة يعني أو بالذات إلى مبنى البرلمان، ما الذي يعنيه ذلك؟ الحقيقة هذا يؤكد أنه التيار الصدري عازمين على منع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة وترشيحهم محمد الشاعر السوداني إلى رئاسة هذه الحكومة، وهذا تأكيد على أنه الاستعصاء والانسداد السياسي ما زال متعمق، والمشكلة هي أكبر من قضية اختيار رئيس وزراء والحكومة، والمشكلة ما زالت يعني عند الأطراف السياسية المسيطرة على العملية السياسية في العراق بشكل عام، بطريقة تفكيرهم في أداء الملفات أو إدارة هذه الملفات السياسية والمستعصية في العملية السياسية، ما زالوا متمسكين باختياراتهم في التقليد القديم، في التقليد الذي رفض من ثوار تشرين والانتفاضة، هذه الانتفاضة الشعبية الكبيرة التي قادها شباب العراق الواعد بملحمة كبيرة أعربوا عنها بأن العراق بعيدا تماما عن التخندقات الطائفية التي جرته هذه القوى السياسية لصيانة نفسها وتمسكها في مناصبهم من أجل نهب وثروات البلد. هذا الحقيقة أنه الاستمرار سوف لا ينتهي بتشكيل حكومة بالفترة القريبة، هذا أعتقد أنه سيستمر، والتقاطعات ستكون أكثر عمقا في الأيام المقبلة، وهذا يؤكد وجهة نظرنا بأنه العملية السياسية المبنية وفق المحاصصة الطائفية لا يمكن لها الاستمرار، وما على الشعب العراقي إلا أن يعلنوا قبر هذه العملية السياسية وبناء عملية سياسية جديدة تعتمد الهوية المواطنة والعراق، العراق لكل العراقيين من دون استثناء وبدون استبعاد لأي شخص كان، وعلى أساس المهنية وعلى أساس الوطنية وعلى لا على أساس الهويات الثانوية في الانتماءات التي تم استغلالها من قبل المجموعة السياسية المهيمنة على السلطة والمدعومة من الاحتلال الأمريكي والدور الإيراني في استغلال هذه يعني هذا العمل السياسي لصالح بلدهم لخروجهم من أزماتهم أيضا الداخلية والخارجية. يعني نتابع معك أستاذ نوري هذه الصور المباشرة الآن من داخل البرلمان العراقي، حيث نشاهد هنا أنصار التيار الصدري من داخل قاعة البرلمان. ما تعليقك أستاذ نوري على هذه الصور؟ الحقيقة هذا هو تأكيد على أنه المتظاهرين من أتباع التيار الصدري هم يعني عازمون أو عازمين على يعني إلغاء هذه العملية السياسية أو إلغاء دور الإطار التنسيقي التقليدي المبني على وفق المحاصصة الطائفية. أنت تعلم أنه التيار الصدري بتحالفه الأخير، وهو الذي تبلور بالتحالف الثلاثي تحت اسم التحالف الثلاثي، ومن ثم أطلقوا عليه تحالف إنقاذ وطن، منع من تشكيل الحكومة بالثلث المعطل الذي وضعوه هم جميعا حقيقة، يعني هم جميعا وضعوه في الدستور، وهو اليوم التيار الصدري يحل في مكان آخر غير ذلك، وهو الجمهور المعطل
جمهور، هو يؤكد للناس بأنه أنا لدي جمهور قادر على تعطيل العملية السياسية. هذا التعطيل حقيقة يعني ليس جمهور يعني مدني سياسي بحت، لأنه نحن شهدنا في ثورة تشرين عندما ثار الشباب المدنيين، ثار الشباب السلميين، ثار الشباب العزل وغير مالكين للسلاح، هم تم قتلهم وتم تم تشريدهم، تم خطفهم. في أحداث اليوم يعني اكتشفنا أن لدى القوات الأمنية هناك خراطيم مياه تستعمل وليس يعني رصاص حي. أحسنت، ليس كل ذلك. القوات الأمنية اليوم الموجودة هي لا يمكن لها أن تواجه جمهور التيار الصدري، لأنه جمهور التيار الصدري ليس جمهورا سياسيا سلميا فقط، هو يعني الآن هو يعلن عن أنه ممارسته سلمية، مظاهرات سلمية لمنع البرلمان من انتخاب الرئيس، ولكن منع هذا الجمهور، منع هذا الانتفاضة أو هذه المظاهرات ضد البرلمان، منعها من قبل القوات الأمنية بالسلاح، هذا الحكومة عاجزة عنه، لأنه التيار الصدري لديه سلاح، لديه قوة عسكرية كبيرة، ودخلت ليلة أمس في الإنذار ما يطلق عليه في المصطلح العسكري الإنذار جيم وفق التسريبات، وفي لهجات مختلفة في لمدونين من أتباع التيار الصدري قد يكونون هم قريبين من القرار في داخل التيار الصدري، كانت لهجة مهددة في استخدام السلاح، في استخدام الفضائح لمسؤولين في الحشد الشعبي أو في الإطار التنسيقي إذا تم مواجهة المتظاهرين. نعم، أتوجه بالسؤال هنا إلى السيد مظفر. يعني أستاذ مظفر، في المرة الماضية قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا أنصاره إلى الانسحاب إلى منازلهم، وقال إن الرسالة قد وصلت وما جرى هو جرت أذن. إذن ما المبرر لتجديد هذه يعني الخروج واقتحام مبنى البرلمان مجددا؟ بالبداية مساء الخير على حضرتك وعلى ضيفك الكريم وعلى جمهوركم الكريم. بصراحة أعتقد يعني برأيي الشخصي أن التظاهرات اليوم واقتحام البرلمان اليوم هو جزء من اللعبة، لعبة شد لعبة لوي الأذرع بين الطرفين. الصدر لما يترك جماعته يدخلون البرلمان ويسحبهم ثم يدخلهم اليوم، هو مجرد إنهاك للطرف المقابل وإظهار أنه قادر على تعطيل عمليتهم السياسية وعملية انتخاب رئيس وزراء وعملية انتخاب الرئيس، مجرد استعراض عضلات بأتباع التيار الصدري باقتحام البرلمان والمنطقة الخضراء. إذن لا يوجد ما يميز هذا الاقتحام عن الاقتحام السابق برأيك؟ أنا لا أعتقد أن هناك ما يميز، يعني أتوقع أنه يعني بعد فترة الظهر راح يكون فترة العصر، وأتوقع أنه راح يكون توجيه بانسحاب المتظاهرين أو كحد أقصى مبيت في الشارع اليوم يوم غدا أيضا، ثم الانسحاب إلى 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 يتراجعون إلى بيوتهم، راح يكون هذا المشهد باعتقادي. نعم، ولكن يعني بالتالي أو بالمقابل التيار أو يعني الإطار التنسيقي يبدو أنه لم يتلقف بعد رسالة الصدريين، خاصة أنه أكد على إصراره على محمد الشياع السوداني رئيسا للحكومة. لا، هم يعني يقرون الرسالة بصورة واضحة، يقرون رسالة الطرف، يعني كل ما حد يقرأ رسالة الطرف الآخر بصورة واضحة، رسائلهم واضحة للعيان، رسائلهم واضحة للمراقب أنهم راح يستمرون بهذا الشيء. وباعتقادي أنه طرح اسم محمد الشياع السوداني كان لجس النبض، هم عندهم أنا أعتقد وأتوقع أنه هم عندهم مرشح آخر، اسم آخر قد يكون الآن غير واضح غير مطروح، لكن طرحوا اسم محمد الشياع السوداني حتى يشوفون المقابل تيار الصدر شنو ردة فعله، على هذا الأساس راح يتصرفون بالخطوة الجاية. وقوع إصابات اليوم هل سيغير من مجرى الأحداث التي تتوقعها؟
ما راح يتغير شيء، لانه الاصابات ناس اصيبوا، شباب اصيبوا بالقنابل الدخانيه، وشباب اصيبوا بالتدافع، مو ليس قياسا بالاصابات اللي حدثت بايام ثوره تشرين المباركه. كانت من اليوم الاول كانت قنابل الغاز تضرب على الراس وعلى مناطق حساسه بالجسم، وعلى العيون فقط، والعيون بالقنابل المسيله للدموع كانوا يضربوها على الراس. اليوم التدافع والتدافع ما ليست اصابات شديده. نعم سيد نوري، يعني قبل قليل ورد على شاشة قناة الرافدين العاجل التالي أن أنصار التيار الصدري يتوجهون إلى مبنى المحكمة الاتحادية في المنطقة الخضراء، لماذا هذه الخطوة برأيك؟ يوم أمس يعني الوزير المالية السابق أو مرشح لرئاسة الجمهورية المرفوض من قبل المحكمة الاتحادية هوشير زيباري تحدث بهذا المعيار، وقال يوم غد ستكون مظاهرات التيار الصدري على المحكمة الاتحادية بسبب قراراتها الجائرة. الأطراف التي لم تتمكن من تشكيل الحكومة ما بعد انتخابات أكتوبر جميعا يشعرون بأن القرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة هي قرارات سياسية وقرارات مدعومة أو يعني تصف في مصلحة الإطار التنسيقي، ورفضت من قبل هذه الأطراف. بالتالي هم يؤكدون باستمرار على أنه المحكمة الاتحادية قراراتها الأخيرة كانت هي قرارات سياسية ولا بد من تغييرها، بل هم يذهبون إلى أبعد من ذلك، هم يريدون أن تشكل محكمة دستورية جديدة، وهذه المحكمة الدستورية يجب أن تكون وفق ما مكتوب بالدستور، وهذا موضع خلاف وموضع صعب حقيقة يعني في تأسيس الحكومة الاتحادية، لأنه بداية الإشكال هو الحكومة الاتحادية تشكل من قبل البرلمان لو تشكل من السلطات القضائية، وهذا إشكال كبير. يعني هنا كيف ممكن ضمان استقلالية القضاء إن كان من البرلمان، وهل الآن القضاء مستقل؟ هذه تساؤلات صعب حقيقة الإجابة عليها في هذه الفترة بوسط الاتهامات الواضحة من قبل القوى السياسية عموما للقضاء، لأن كل من يجد أنه قرار المحكمة لا ينسجم مع رغباته هو يتهم المحكمة بالتسييس. بالإضافة إلى أنا بالنسبة إلي كمتابع أو كمراقب صحفي وباحث سياسي أعتقد أنه المحكمة أو القضاء هو من تسبب ب يعني اتهامه بهذه المعيار أو اتهامه بالتسييس، لأنه كثرة اللقاءات مع رئيس السلطة القضائية والسياسيين، كثرة هذه اللقاءات توحي إلى أنه يعني السلطة القضائية تريد أن يكون لها دور سياسي في البلد، وهذا غير صحيح بالمطلق. يفترض أن يكون في القضاء يقف في مسافة واحدة مع عند كل العراقيين سياسيين أم غير سياسيين. يعني اليوم إن كانت على سبيل المثال لو عدنا في شيء قليل يعني إلى ثورة تشرين وهي اليوم محل الشاهد وهي أفضل نموذج انعكس في تاريخ العراق من 2003 لحد اليوم لوضع معايير لأداء أي مؤسسة حكومية حقيقة. يعني الخصم العملية السياسية برمتها والشعب هو المتظاهر، يعني الشعب خرج وخصم العملية السياسية، خصم كل السياسيين، وجدنا رئيس السلطة القضائية يحضر اجتماعات العملية السياسية، يعني الرئاسات الثلاثة هي البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية اجتماعاتهم رئيس السلطة القضائية وجدنا في اجتماعات هذه السلطة، وهنا تسجل ملاحظة حقيقية، القضاء هنا مع من؟ مع السلطة العملية السياسية لو مع الشعب. المطلوب حقيقة المطلوب أن يكون القضاء لا مع الشعب ولا مع السلطة، باعتبار أنه أصل السلطة من الشعب، فيفترض أن يكون هو الأب القضائي أو الأب العادل للجميع. في هذه الناحية سيد نوري، يعني هذا ما يحدث وما تفضلت به إلى أي حد لربما يكشف
الفساد المتفشي في العراق وخاصة في القضاء وفي غيره من المجالات؟ شوف حقيقة لا يوجد أي شخص بالعراق إن كان مسؤول في الدولة أو في العملية السياسية أو مواطن عادي ينكر وجود الفساد. الفساد مستشري مؤسسات الدولة برمتها، والفساد محمي من المحاصصة الطائفية. هنا أكون أنا معادلة لابد من معرفتها. المحاصصة الطائفية التي تدير البلد اليوم وفق هذا المعايير التي هي أوصلت إلى الانسداد السياسي، هاي المحاصصة تتغذى من فساد القوى السياسية اللي موجودة في إدارة الدولة، لأنه هذه بحاجة إلى هذا الأحزاب بحاجة إلى تمويل، والتمويل يفترض أن لأن يعني اليوم إحنا ما عدنا بالعراق تاجر أو مواطن. يعني هسه لو تسأل بالشارع سوي استفتاء اليوم أي مواطن عراقي عنده يعني القدرة أو عنده الاستعداد أن يتبرع بألف دينار لحزب سياسي؟ غير مؤمنين بهذا ابدا. فبالتالي هاي الاحزاب السياسيه مين تجيب تمويلها؟ ما عندها تمويل. اذا وهذا يعكس ايضا شنو؟ يعكس الفجوه الكبيره ما بين القوى السياسيه والشعب. قوى سياسيه لم تجد قاعده شعبيه في التأييد وفي التمويل، فهي اصلا اعتمدت من البدايه على شراء الذمم من خلال سرقتها ونهبها علما لثروات البلد، فهذا اصل الفساد. هذا لربما يدفعنا الى المقارنه بين التعامل الناعم ان صح التعبير للقوات الامنيه مع ما جرى اليوم وما جرى يوم الاربعاء الماضي، وبين التعامل الخشن، هذا ان اردنا تنعيم هذا المصطلح، نعم، مع مظاهرات ثوره تشرين. نعم، هو تقدر تفسرها بهذه الطريقة، ولكن تفسيرها يمكن أكثر وضوحاً أو أكثر دقة. هنالك فرق ما بين الصراع السياسي ما بين القوى السياسية وفرق ما بين الصراع السياسي ما بين الشعب والقوى السياسية. إذا كان الصراع ما بين الشعب والقوى السياسية نجد الآلة القمعية للقوى السياسية كلها بمواجهة الشعب، ولكن إذا الصراع السياسي مثل ما هسه يحدث اليوم، الصراع السياسي ما بين القوى السياسية، الآلة القمعية هنا راح تكون أكثر لطفاً، أكثر لطفاً، وتكون ناعمة في التعامل. لم تكن سابقة اقتحام التيار الصدري للمنطقة الخضراء اليوم، هي وليس جديدة على التيار الصدري، فعلها قبل أكثر من سنة، يعني سنتين أو ثلاث، وفعلها قبل أكثر من سنة، والإطار التنسيقي أيضا ربما لا تكون الأخيرة أيضا. بالضبط. بالمناسبة يعني حتى من قبل الإطار التنسيقي هي لم تكن سابقة بالنسبة لهم، هم أيضا فعلوها واقتحموا المنطقة الخضراء وقصفوا بيت رئيس الحكومة الكاظمة. فبالتالي الصراع ما بين، يعني شوف هنا الفارق الكبير باستخدام العنف والقمع للمتظاهرين يختلف عندما تكون المظاهرات سياسية ما بين قوى سياسية وما بين الشعب والقوى السياسية. نعم أستاذ مظفر، يعني التيار أو الإطار التنسيقي اتهم الكاظمي بالتورط فيما يجري من تسهيل دخول أنصار التيار الصدري إلى البرلمان وإلى المنطقة الخضراء، ما رأيك بهذه الاتهامات؟ باعتقادي أنه الكاظمي هو الطرف الأضعف أو هو النقطة الأضعف بهذا التجمع السياسي اللي موجود بالمنطقة الخضراء، لذلك هم يرمون بالتهم جزافا عليه، باعتباره هو يتحمل كل اللوم من عندهم. هم يختارون هذه النقطة الضعيفة، مع العلم أنه هو بكل تواجدهم، تواجد الإطار وفعاليات الإطار وفعاليات الحشد الشعبي، يحاول أنه يكون يوحيلهم أو يبين لهم أنه هو معهم، هو مؤيدهم، هو يعطيهم شرعية حتى لو كانت أفعالهم مخالفة للشرعية ومخالفة للقانون ومخالفة للدستور. لكن هم لأنه هو ضعيف، لأنه هو الطرف الأضعف، لأنه هو بدون حزب أو بدون ميليشيات، يلومونه ويوقعون باللوم عليه. هم ما يقدرون، يعني هم لا يستطيعون انه يلقون باللوم على اي واحد اخر، لانه الاخر اللي هو غير الكاظمي
راح يكون مسنود بحزب، مسنود بجهة سياسية، مسنود بدولة. الكاظمي مجرد دمية بديهم وقت ما يريدون يحتاجون شرعية يجيبونه يحطونه باستعراض حشد أو باجتماع. نعم، ولكنه مناط به القوى الأمنية والحفاظ على الأمن، هكذا من المفترض. يعني هو القوات الأمنية، القوات الأمنية اللي شو هو عنده سيطرة عليها الكاظمي، هو مو الكاظمي اللي حاصره ببيته وحاصره بالمكتب مالته وداسوا الصور مالته تحت أقدامهم. هو الكاظمي ما عنده سيطرة على أي حرس موجود بالمنطقة الخضراء، مجرد واجهة لهم. يعني هو ما عنده سيطرة عليهم. نعم، المالكي في يعني أحداث الأربعاء الماضي ظهر مسلحا بين عناصره من الميليشيات، هذه المرة ما الذي تتوقعه؟ كيف سيكون ظهور المالكي؟ أنا أتوقع أنه المالكي هذه المرة ما راح يظهر. هو كان ظهوره بالصور اللي يحمل بها سلاح مجرد إشارة أنهم مسلحين، أنه هو جماعته مسلحين قادرين على القتل، قادرين على البطش، محاولة لإخافة الجانب الآخر. كل جانب أظهر ما عنده. المالكي بهذه الصور أظهر أنهم عندهم سلاح، هم مستعدين للقتال، مستعدين للدفاع عن المنطقة الخضراء، عن مصالحهم وعن ملياراتهم اللي ينهبوها من الشعب. وما راح يظهر مرة ثانية المالكي، خلص الرسالة وصلها. نعم أستاذ نوري، يعني الاستعراض بالسلاح وأخذ الأحداث إلى الشارع ولو كان للتوظيف السياسي من ضمن لربما شارع معبأ سابقا سياسيا ولربما يكون عسكريا أيضا، يعني إلى أي مدى ينذر بما هو سيء، بما هو قادم؟ نعم، هو شوف بداية لابد من التمييز ما بين الشارع السياسي والشارع الوطني. العراقيين ليس كلها العراقيين هم معبئين سياسيا وفق الصراعات السياسية. هنالك ملايين العراقيين الذين لم يشتركوا في الانتخابات. تعلم أنت انتخابات أكتوبر لم تتجاوز 15%. فبالتالي الشعب العراقي الغير منتمي للعملية السياسية هو أكثر بكثير من الشارع السياسي الموجود في العراق. وهذا المشكلة حقيقة، هو يشكل خطر. الشارع السياسي المتصارع هو يمتلك السلاح ويشكل خطر حقيقي على الدولة وعلى الشعب، لأنه اليوم احنا بالدولة، يعني الدولة العراقية لا تمتلك القدرة العسكرية لمواجهة أي جهة مسلحة في داخل العراق. يعني أشار ضيفك الكريم ونتفق معه بأنه الكاظمي لا يملك القدرة على حتى القوى الأمنية الموجودة في داخل، يعني المنسوبة إلى الدولة، المنسوبة إلى الحكومة ضمن القيادة العامة للقوات المسلحة بين قوسين. نفس هذه القوى هي غير مسيطرة عليها من قبل الدولة بالشكل العام والشكل الحقيقي، ما ناهيك عن الفصائل الأخرى التي هي ضمن الحشد الشعبي أو خارج حتى الحشد الشعبي. فبالتالي الوضع الأمني حقيقة خطر جدا وصعب أيضا، والاستغلال الشارع السياسي مع امتلاك السلاح للمصالح الحزبية ما بين القوى المتصارعة هو لعب بالنار، لعب بمصير البلد، لعب بأرواح وممتلكات المواطنين، وهذا خطر ويتحملون مسؤوليته كل الأطراف حقيقة. نعم. يعني سحب الإطار التنسيقي لترشيح محمد شياع السوداني، هل برأيك سيحل هذه الأزمة أم أن الأمر يتجاوز محمد شياع السوداني، خاصة مع يعني الهتافات التي أطلقت اليوم ضد المالكي وتمجيدا أيضا من قبل أنصار التيار الصدري لزعيم تيارهم؟ نعم، شوفوا محمد شياع السوداني لم يكن هو بشخصه السبب الحقيقي، هي المشكلة أنه هو محمد شياع السوداني ينتمي إلى نفس المؤسسة، إلى نفس المجموعة السياسية التي أدارت البلاد من 2003 لحد اليوم، وهي من فشل إلى فشل، وهذا يتحمل مسؤولية محمد شياع السوداني أمام العراقيين. ولكن أمام القوى السياسية هو لم يكن هو السبب الحقيقي.
في استعصاء العملية السياسية. استعصاء العملية السياسية سببها وطريقة التفكير هذه القوى بإدارة الملف السياسي، تفكير هذه القوى باختيار مرشح رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة إدارة الحكومة. من 2003 إلى اليوم نفس هذه الطريقة، بنفس هذه الطريقة يتم اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ونعود إلى نفس النتائج، حكومات عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين بسبب سلطة الأحزاب على الحكومة، والأحزاب نافذة في الوزارات وتمرر ملفاتها المشبوهة بالفساد. هذا يعني النتيجة، يعني بالضبط أنت تنظر إلى معادلة رياضية يعني بأبسطها، يمكن بالأول ابتدائي يمكن نتعلمها، 1+1 لا يمكن أن يكون 3، 2 مرة أخرى تقول 1+1، مرة ثالثة ورابعة وخامسة حتى لا ما نهاية، هي لا يمكن أن تكون 3، هي 2. فما دام التفكير نفس التفكير بنفس الطريقة بنفس المعادلة بنفس المحاصصة الطائفية التي اعتمدوها من 2003 لحد اليوم وفق ما أسس لها المهندس الأمريكي المحتل للعراق وبرعاية الجانب الإيراني، هذه لا يمكن أن تفضي بنتائج إيجابية. بالتالي المشكلة لم تكن في محمد الشياع السوداني، المشكلة تكون هي حقيقية المشكلة عند القوى السياسية، المشكلة تكون من يكون رئيس الوزراء بحسب تأثير هذه القوى السياسية عليه. يعني الخلاف ما بين القوى السياسية، مثلا هسه التيار الصدري حزب الدعوة فتح والتشكيلات هذه الموجودة، إيش قد يكون تأثيرهم على رئيس الوزراء، إيش قد يكون رئيس الوزراء مطيع لهذه القوى هو راح يحظى بقبولهم، خلاف ذلك لا يحظى بقبولهم، وهذا لا يصب في مصلحة الشعب العراقي. شعب رئيس الوزراء عندما يحظى بقبول هذه القوى السياسية هو يتحول من قائد للدولة، قائد للدولة إلى موظف حكومي لتسيير أعمال الأحزاب في الحكومة. فهذا مشكلة. يعني أتيت سريعا إلى أو على الجانب الإيراني، هذا يدفعني لسؤال السيد مظفر، أين تقف إيران مما يجري؟ هي إيران بكل مشاكل العراق هي تقف وراء المشاكل اللي تلحق بالعراق منذ 40 سنة 50 سنة منذ مجيء الثورة الخمينية. إيران تقف وراء مشاكل العراق ومصائب العراق. إيران الآن تقف موقف المتفرج لأنها تعرف أن الجميع لا يستطيع الخروج عن أوامرهم. مقتدى الصدر والتيار الصدري والإطار الطرف السني اللي داخل بالعملية السياسية كلهم يأتمرون بأمر إيران. إيران هي اللي تلعب بهذه الأوراق، هي تقدم هذه الورقة، هي تأخر هذه الورقة. باعتقادي أنا أنه ابتعاد التيار الصدري الآن عن إيران بهذا الوقت هو لعبة سياسية، لأننا نعرف كلنا أنه مقتدى الصدر يعني في وقت ما راح يركب طائرة ويروح الإيران ويقعد يم الخامنئي ويقعد بين سليماني أو بين قاعاني وبين الخامنئي ويستلم أوامر من هناك. قد تكون الآن الأمور يعني تتطلب أنه يعلن عداء لإيران، عملية إيران تدخل إيران بالمسألة، لكن هو مطيع بالنهاية إلى كل الأوامر الإيرانية. نعم أستاذ نوري، يعني كما تفضل السيد مظفر، إذن في أي إطار يمكن وضع زيارة قاآني الأربعاء الماضي إلى بغداد؟ شوف أنا بالنسبة لي حقيقة يعني دخول قاآني إلى العراق لم أطلق عليه تسمية زيارة، لأنه يفترض أنه زيارة تكون رسمية، والشخص المسؤول في أمن، في يعني شخص أمني مسؤول مهم في دولة معينة، أي دولة بالعالم، يفترض أن يأتي زائرا للعراق وفق دعوة أو طلب ويلتقي بالمسؤولين الدولة، بمسؤولي الدولة يعني الحكوميين، ليس بقادة الميليشيات، وليست لقاءات هسه لو ردنا أن نخفف الأمر، لا يحق له أن يأتي ويجتمع بقوة سياسية تريد أن تختار من هو رئيس الحكومة، من أين جاءوا بهذه البدعة. فهذا أنا بحقيقة أتمنى أن لا يطلق عليها زيارة، دخول ودخول بهذه الطريقة لا يعد شرعيا حقيقة. يعني
يفترض انه يعني على العراق رفض مثل هكذا زيارات، لكن هي سريعا في اي اطار تاتي؟ تدخل، التدخل واضح بشكل علني، يعني هذا لا يوجد تسمية أخرى لغير ذلك. يعني في هذه الظروف، في وقت الإطار يجتمع لاختيار رئيس حكومة وتشكيل فريق مفاوض مع القوى السياسية الأخرى، يأتي قاآني، ماذا يريد منهم؟ وما هي الملفات التي يمكن بحثها في هذه الاجتماعات غير التدخل؟ يعني إذن في ختام تغطيتنا لهذا اليوم لآخر الأحداث التي تجري في العراق، لا يسعني إلا أن أشكرك ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، وأيضا أشكر ضيفي الكريم الذي كان معنا من أمستردام، عبر الهاتف، الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، وأشكركم مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. سنكون معكم في حال ورود أي جديد. شكرا لكم، إلى اللقاء.